بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو، أعلنت وزارة الداخلية عن تخفيضات خاصة يوم الأحد القادم من خلال مبادرة كلنا واحد بمشاركة 69 مول تجاري و 348 سلسلة مواد غذائية ومطاعم ومحال متنوعة، إضافة إلى تخفيضات خاصة بالمستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل ودور العرض السينمائي والملاهي. وبذلك يصبح إجمالي فروع الكيانات المشاركة 3315 فرعا بجميع أنحاء الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 من يونيو. 30 من يونيو مناسبة وطنية وذكرى غالية على الشعب المصري، وتحرص وزارة الداخلية على المشاركة في الاحتفالات السنوية بهذه المناسبة من خلال تنظيم فعاليات واحتفالات خاصة ذات طابع اجتماعي تتجسد في توفير تخفيضات خاصة احتفالا بهذه الذكرى. من هنا عقدت الوزارة اجتماعات مع كبار الموردين وأصحاب المصانع والسلاسل والمحلات التجارية والمطاعم تمهيدا لإطلاق نسخة خاصة من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية يوم 30 من يونيو. يوم 30/6 ده كلنا كسلاسل هنقدم فيه اقوى الخصومات واقوى العروض اللي ممكن تبقى موجوده لفرحه الشعب المصري، نرجع فرحه 30/6 كلنا للشعب مع بعض. في تسهيلات ممتازه اتقدمت من وزاره الداخليه للموردين والتجار في السوق، ساعدت على ان هم يقدروا يقدموا ما عندهم، يقدروا يعملوا عروض كويسه تناسب المناسبة العظيمة اللي هي مناسبة 30/6. هو الدور الوطني واجب علينا كلنا، وأنا شايف البدايات بسم الله ما شاء الله حلوة جميلة، وإن شاء الله لازم ندعو الكيان كله كالاستثمار يقوم بالمبادرة الجميلة اللي احنا قايمين فيها إن شاء الله بإذن الله. حابين نشكر سيادة الرئيس على المبادرة دي، ونشكر وزارة الداخلية لأنها سهلت لينا الدخول في المبادرة. حاجة طبعا تشرفنا إن احنا هنشارك في مبادرة كلنا واحد بخصومات تصل لحد 40%. الذكرى دي احنا بنحاول نحتفل بيها وبنقدم عروض قوية في اليوم ده تحديدا. عندنا خصومات تصل ل 70% على بعض المنتجات. عندنا مستنيينكم في 30/6 ونوعدكم بتخفيضات تصل ل 40% في كل فروعنا. كل سنة وانت طيب يا رئيس، وكل سنة وانتم طيبين جميع المصريين. شرفونا وتنورونا في جميع فروع تسيبس. تعالوا نحتفل باليوم الجميل ده كلنا مع بعض ان شاء الله. يا بلادي روحي فدا ليكي، اقدم حضارات كانت فيكي، انبياء واشوف ارضيكي محروسه. كل سنه وانتم طيبين، مستنيك يوم 30/6 في جميع فروع سليل سكري. الله الله على المصريين. مستنيكم يوم 30/6 تخفيضات وعروض ابو طارق. سنة وانتم طيبين، مستنيينكم في جميع فروع عم بشندي يوم 30/6. لما الارض هتتكلم شوف بقى هتقول ايه عن مصر، البلد اللي ولادها ابطال. عاملين عروض وخصومات كبيره بمناسبه الاحتفال ب 30/6، وبنشكر سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادره كلنا واحد. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وباستثمار. مستنيينكم تنورونا بمناسبه 30/6 ان شاء الله باجمل عروض من ابن الشام. كل سنه وانتم طيبين. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وباستثمار. المشاركون في المبادره اعربوا عن سعادتهم بتقديم التخفيضات على ما يقدمونه من منتجات وخدمات متنوعه بهذه المناسبه، ودعوا المواطنين للاستفاده من تخفيضات المبادره خلال هذا اليوم. منتظرينكم معانا في 30/6 اقوى الخصومات في قسم الاجهزه الكهربائيه في اسواق المرشدي. عاملين عروض وتخفيضات، مستنيينكم في جميع فروع دريم 2000. الارض هتتكلم شوف بقى هتقول ايه. مستنيكم في كل فروع عرفه. كل سنه وانتم طيبين. كلنا واحد دايما مع بعضنا كده وباستثمار. الله الله على المصريين لما يحبوها بجد، بتلاقي عزيمه وتضحيه ابطال وفي الوعد، واللي هيستهون بتاريخها. كل سنه وانتم طيبين، مستنيينكم يوم 30/6 سينما اي ماكس نحتفل كلنا مع بعض. تشهد المبادرة وللمرة الأولى مشاركة نوعية من كيانات وفئات جديدة احتفالا بهذه المناسبة، حيث تشارك المستشفيات ومعامل التحاليل بتقديم تخفيضات خلال هذا اليوم للمترددين عليها، وكافة الحالات الأخرى في بادرة إنسانية حرصت عليها المبادرة خلال هذا اليوم. بمناسبة احتفالات 30 يونيو بتقدم مجموعة مستشفيات كيلوباترا كارت العيلة مجانا من ستارتنج من 30/6 ولمدة شهر. دكتور محمد عبد الكريم مدير مستشفى العاصمة،
بنقول لكل الشعب المصري كل سنة وانتوا طيبين، وبنشارك في احتفالات 30/6 بتقديم خصومات كبيرة جدا على الكشف وعلى التحاليل وعلى الأشعة وعلى خدمات الأسنان. المشاركة عبارة عن خصم على الكشف وخصم على الأشعة وخصم على التحاليل، وإحنا النهاردة حابين نهني سيادة الرئيس ونهني الشعب كله كمستشفى السعودي الألماني باحتفالات 30/6. يا بلادي روحي في داليكي. إحنا معاكم في احتفالات 30/6، مستنيينكم تشرفونا وتنورونا في مستشفى العين الدولي. مشاركات وزارة الداخلية في الاحتفالات الوطنية من منطلق اجتماعي ودعم للمواطنين وتقديرا لمسيرة ثورة 30 يونيو. قدم نسبة خصم كويسة قوي على باقات التحاليل والأشعة، وبيشرفنا نشارك في الاحتفال مع سيادة الرئيس يوم 30/6 إن شاء الله. كل سنة وحضراتكم طيبين، مستنيينكم إن شاء الله في احتفالية 30/6 في البرج سكان، في خصومات كبيرة إن شاء الله تيجوا تستفيدوا بالخصم. منتظرينكم يوم 30/6 أقوى العروض وأقوى الخصومات. كل سنة وأنتم طيبين. سنة وسيادة الرئيس بألف خير. كل سنة وكل المصريين بألف خير وصحة. كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وأنتم طيبين وسيادة الرئيس بخير والشعب المصري بخير.